السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله رحينا نحضر مع بعض بقلاوة الوريقة، يعني هي تقريبا نفس الوصفة اللي كنا استعملناها في بقلاوة الحربوش، والحمد لله يعني بقلاوة الحربوش كانت نالت انتشار وضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن اليوم إن شاء الله راح نقدمها لكم بطريقة تزيين مختلفة وطريقة جد مميزة رحينا إن شاء الله تشوفوها لأول مرة. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. مقادير وصفة اليوم: راح نحتاج 500 غرام من الفرينة أو الدقيق الأبيض اللي هي 4 أكواب يكونوا معمرين بهذا الشكل. عندنا أيضا 150 غرام خليط السمن والزبدة اللي هو كوب إلا الربع. عندنا أيضا حبة بيض، القليل من الحسيلة أو القطر بمقدار 30 غرام أو 25 غرام عفوا. عندنا أيضا القليل من المزهر والقليل من الملح. جوزوا الآن شوفوا طريقة التحضير. راح نبدأ بسم الله في طريقة التحضير. في الأول دائما نعاود نغربل المواد الجافة، نحطوا الكمية تاع الفرينة وراح نضيف عليها أيضا رشة من الملح. بالنسبة للكمية تاع السمن يعني كان عاود جمد وراني عاود ذوبته، لازم يكون دافي لكن ما يكونش بارد بزاف لأنه الجو راه بارد باه ما يجمد لكمش في العجين. نحطوا الكمية تاع السمن، نزيدوا أيضا الكمية تاع الحسيلة. بالنسبة للكمية تاع الحسيلة اللي رانا نستعملوا فيها يعني فقط باه تمدلنا اللون موحد الكامل البقلاوة، يعني البقلاوة تاعنا ماشي تجي حمراء من الفوق وعلى الجوانب تكون بيضة. راح نضيف أيضا حبة تاع البيض، ونضيف ايضا كميه لا باس بها من المزهر هكذا. وكما تعودنا دائما لازم نديروا كميه من الماء اللي يكون سخون يعني باه ما يعاودش يجمد السمن. ونخلطوا كل المقادير في الاول في الوسط. بالنسبه للعجين اللي لازم نتحصل عليه، لازم العجينه تاعنا تكون طريه ما تكونش يابسه. لاحظوا معنا القوام تاع العجين اللي لازم تحصلوا عليه، يعني العجينة تحكم لازم تكون طرية لأن السمن مازال سخون، كي يبرد راح يزيد يتماسك وتزيد أيضا تتماسك العجينة تاعنا. راح نبدأ نعجن فيها الآن لمدة 5 دقائق، لازم نعجنوها شوية باه يتجانسوا كامل المكونات. هذا القدر هكذا راه كافي. الآن راح نعاود نطم فقط العجينة تاعنا. هكذا. وراح نعاود نغطيها وراح نخلوها جانبا ترتاح حوالي نصف ساعة. هنا العجينة تاعنا راهي ارتاحت وراح نقسمها إلى 10 قطع. هنا راني كما تقسمت العجين تاعنا وراني وزنته، وزن الواحدة راح يكون بين 85 إلى 90 غرام. راح نعاودو نكورو العجين تاعنا. هكذا. وراح نعاود نغطي على العجين وراح نخلوه جانبا يرتاح على الاقل نصف ساعه. بالنسبه للحشو تقدروا تحضروه باي مكسرات تكون متوفره عندكم، لكن اليوم ان شاء الله راح نحضر لكم بالكاوكاو. راح نحتاج 300 غرام من الكاوكاو او الفول السوداني اللي لازم تكونوا مجهزينه مسبقا بنفس الطريقه اللي كنا عملناها في فيديو سابق. راح نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف وايضا راح يظهر لكم في الدائره البيضاء اعلى الفيديو. بعد ما تجهزوه بنفس الطريقة تدخلوه للفرن وتخلوه ياخذ لون أصفر خفيف فقط، ما تخلوش الكاوكاو يتحمر بزاف. عندنا أيضا 150 غرام من السكر اللي هي تقريبا كوب إلا الربع. نحتاج أيضا 1 صفار بيض، اللي ما عندوش صفار بيض تقدروا تستبدلوه ملعقة سمن ذايبة، قليل من القرفة، وراح نحتاج أيضا قطرات من عطر اللوز المر، وعندنا أيضا كمية من ماء الزهر للعجن. اول خطوه حنقوم بها كما تعودتوا دائما راح نعاود نطحن الكميه تاع السكر، يعني لاحظوا الكميه تاع السكر شحال عندنا في الكوب. لازم تقوموا بهذه الخطوه باش تحصلوا على الحشو تاعكم يكون طري ويكون معسل لداخل. راح نحط في الاول الكميه تاع الكاوكاو. لاحظوا الكميه شحال تكون عندكم في الكوب، يعني الكوب ما يكونش معمر هكذا. راح نضيف ايضا كميه من القرفه، ونضيف ايضا الكميه تاع السكر اللي نكون طحناها. راح نضيف الان صفار البيض، ونضيف عليه ايضا قطرات من اللوز المر. بالنسبه للناس اللي حتستعمل اللوز ولا الجوز يعني تستغني على عطر اللوز المر ما تستعملوش. وراح نضيف كميه من ماء الزهر ونبدا نطم في الحشو تاعنا. هنا الحشو تاعنا راه تماسك، لاحظوا القوام تاعو كيفاش يكون. الان راح نعاود نغلفوه وراح نحطوه جانبا. هنا العجين تاعنا راه ارتاح وراح نبدا نفتح العجين. وكما تعودنا دائما في الاول راح نستعمل الفرينه، يعني ما راحش نستعمل المايزينا،
وهذه النقطة يعني شرحتها عدة مرات، لكن معليش نعاود نشرح لكم لأنه دائما كاين مشتركين ومشاهدين جدد معنا، ومرحبا بالجميع. في الأول دائما نفضل أني ما نستعملش المايزينا، خاصة إذا كان العجين تاعنا طري، لأنه لو كان نستعمل المايزينا في الأول العجين تاعنا طري وهذه الرطوبة راح تمتص كامل الكمية تاع المايزينا، وهذا الشيء راح يخليكم تتحصلوا على بقلاوة تكون يابسة على الأطراف أو في الوسط، لأنه كاين فرق بين البقلاوة اللي تكون مقرمشة والبقلاوة اللي تكون يابسة. وايضا كي نكثروا الكميه تاع المايزينا وتمتصها العجين يخليكم تتحصلوا على بقلاوه الذوق او الريحه تاع المايزينا فيها تكون يعني قويه. لذلك نفضل في الاول نخدم بالفرينه واخر مرحله فقط لنستعمل فيها المايزينا، وراح نبدا نفتح في العجين. حاولوا تفتحوه على شكل مربع، يعني لاحظوا الطريقه اللي راني نفتح فيها العجين. حاولوا انكم دائما تخدموا في طريق واحد فقط. نعاود نقلب العجين وبنفس الطريقه، يعني للاعلى وللاسفل فقط هكذا. هذا القدر هكذا كافي، نحطوها جانبا ونزيد نفتح واحده ثانيه. نعاود نقلب العجين ونزيدو ايضا نفتحو بنفس الطريقه، يعني حتى تحصلوا على الشكل اللي يكون مربع هكذا. هذا القدر هكذا راح كافي. راح نكمل نحضر كامل العجين اللي عندي بهذه الطريقة إن شاء الله ونرجع لكم. هنا رانا كملنا فتحنا العجين، وفي هذه المرحلة الآن اللي راح نخدم بالمايزينا. راح ندير رشة خفيفة في الأسفل باه نضمن أنه الأوراق ما راحش يلصقوا لي هكذا. نزيد أيضا رشة خفيفة. نحط الآن ورقة ثانية. نزيد أيضا رشة من المايزينا، وكما راكم تلاحظوا مانيش نكثر بزاف، شوية فقط. ونمشيها كامل مليح هكذا. اذا لقيتوا الورقه تاعكم شويه صغيره عاودوا زيدوا فتحوها شويه فقط بالحلال، حاولوا انكم تطولهم كامل نفس الطول. واذا راكم تلاحظوا الكميه تاع المايزينا اللي استعملناها في هذه الوصفه راهي شويه زياده على اللي استعملناها في بقلاوه الحربوش، لانه راني حاب البقلاوه تاعي من الاعلى تتورق شويه زياده. ونبقى هكذا نرش بين الطبقات حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. راح نبدا الان نفتح في العجين، ودائما الحلال تاعنا نحطه في الوسط ونخدم للاعلى وللاسفل. اذا راكم تلاحظوا يعني هذه العجينه حين نفتحوها كامل العكس اللي خدمناه في بقلاوه الحربوش اللي كنا نفتحوا بكميه قليله، لانه الكميه تاع المايزينا كانت قليله بزاف في العجين، وكان نفتحوا كامل العجين في وقت واحد كانوا رايحين يلصقونا. لذلك في هذه الوصفه راه فيها كميه مليحه من المايزينا، نقدر نفتح كامل الطبقات مع بعض، لكن ما نرققش العجين بزاف هكذا. ونعاودوا الان بالعرض. هذا القدر هكذا راه كافي، ما لازمش نفتحوا العجين تاعنا رقيق بزاف. راح ننزع في الاول القليل من العجين. راح نحكم الان الحشو تاعنا اللي عملته على شكل حلبوش، ونبدا نرفع في العجين. ودائما خرجوا الهواء اللي يكون لداخل في العجين، وراح نعمل دورة ونص فقط هكذا، ونقسم العجين. عاود نجبد العجين عندنا، نرقق هذه المنطقة شوية فقط هكذا، نعمل لها قليل من بياض البيض، ونعاود نغلق. نحط الحربوش لهنا ونقوم بهذه الحركة. نزع فقط الزوائد على الأطراف، ودائما الجهة اللي قلقناها تاع العجين هي اللي تكون في الأسفل هكذا. نعاودو نحكمو الصينية تاعنا، نوقفو الحربوش في الأول هكذا، من بعد نبدأ نضغط عليه في الأعلى هكذا، نضغطو لازم عليه شوية. راح نبدا الان نقسم في البقلاوة، لكن لاحظوا معنا راح نميل المستعنى، يعني ما نديرش البقلاوة بهذا الشكل. لاحظوا معنا كيفاش راح نقسمها. نعاود ندور الصينية تاعنا ونكملو
نقسمه العجين راح نحكم الان شفره حلاقه. لاحظوا معنا الطريقه اللي راح نخدموا بها الاوراق، يعني نعين فقط نقطه لهنا. لاحظوا معنا نعين نقطه بهذا الشكل، يعني بشكل تقريبي فقط. من بعد راح نحكم شفره الحلاقه تاعنا وراح نميلها بهذا الشكل ونقسم العجين. لاحظوا معنا، يعني راح نخدم بالعكس فقط باش نوريكم، من بعد نكمل نخدم في راحتك هكذا. كي نوصلوا هذه النقطه هنا نتوقفوا، من بعد نفس الخط نعملوا في الجهه المقابله هكذا. يعني لاحظوا الاوراق كيفاش الحين تتحصلوا عليهم. لاحظوا من بعد نحكموا الحبه تاع اللوز، يعني نديروها في بياض البيض ونرشقوها في هذه المنطقه هكذا، يعني نضغطوا عليها جيدا للاسفل بهذا الشكل. نزيد معكم واحده ثانيه باه تكون الصوره واضحه. بسم الله هكذا. يعني حاولوا دائما العجين تاعكم، يعني هذا الموس ما توصلوش حتى للطرف، تخلوا مسافه بين هذه القطعه وهذه القطعه. ونعاود ايضا في الجهه المقابله. وتاكدوا انكم قسمتوا كامل العجين تاعكم جيدا. دائما حبه تاع اللوز في بياض البيض ونعاود نرشق هكذا. من بعد نعاودوا ندوروا الحربوش تاعنا بهذا الشكل ونعاودوا نوقفوا شويه فقط الخدمه تاعنا. راح نكمل نحضر كامل الكميه اللي عندي بهذه الطريقه ان شاء الله ونرجع لكم. هنا راني كملت حضرت كامل البقلاوه تاعنا بهذا الشكل، شوفوا ما شاء الله الشكل تاعها كيفاش يكون. يعني بقت اخر خطوه يعني اللي حبيت تضيفوها بتاكدوا انه الاوراق تاعكم كامل حين يفتحوا، يعني تقوموا فقط بهذه الحركه هكذا. يعني ما ترفعوهمش بزاف، شويه فقط لانهم راح يزيدوا ينفتحوا. من بعد راح نحكم كوب تاع السمن اللي نكونوا ذوبناه، والسمن تاعنا يكون دافي ما يكونش بارد بزاف هكذا. في الاول نديروا كميه على الاوراق، لذلك كان عندنا غرض كي استعملنا في هذه الوصفه 10 اوراق، لانه البقلاوه تاعنا عندها مكان اللي تتنفس، يعني هذه المنطقه تاع الاوراق راح يدخل السمن وراح تتنفس البقلاوه تاعنا، والاوراق كامل راح يتورقوا في الوسط، يعني البقلاوه تاعنا ما راحش تكون معجنه. الان راح ندخلوها مباشره للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على الاقل 20 دقيقه في درجه حراره 180 درجه. راح نخليها في الاول حوالي 25 دقيقه، من بعد نعاودوا نخرجوها ونضيفوا لها حوالي نصف كوب من السمن، يعني نضيفوه على الاوراق، ونعاودوا ندخلوها للفرن ونخلوها تكمل طيابها. راح تديكم الوقت كامل ما بين 45 الى 55 دقيقه. هنا بعد مرور نصف ساعه لاحظوا ما شاء الله البقلاوه تاعنا كيف بدات تتورق. راح نضيف لها كميه خفيفه فقط من السمن بين الاوراق هكذا. انتم في البيت يعني تقدروا غير بالمغرفه تاع القهوه ولا بملعقه صغيره ترفعوا هذا السمن وتعاودوا تسقوا به الاوراق، ما تضيفوش كميه اخرى، يعني الكميه اللي تكون في الصينيه راح تكون كافيه، لكن انا فضلت معكم نزيد يعني كميه في الاعلى. وراح نعاود نردها مباشره للفرن ونخلوها تكمل طيبها. راح نبدا نقسم فيها مباشرة وهي سخونة. بسم الله. وراح نبدا نعسل فيها مباشرة بالحسيلة اللي تكون ثقيلة. بالنسبة لهذه الحسيلة كنا حضرناها من قبل في فيديو سابق، راح نخليكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف، وايضا راح يظهر في الدائرة البيضاء اعلى الفيديو. يعني في الاول ما ترمولهاش الحسيلة بزاف لانها مازالت سخونة، وايضا بالاوراق ما يتكسروش. هنا رانا كملنا حضرنا الوصفة تاع نهار اليوم، شوفوا ما شاء الله الشكل النهائي اللي رايحين تتحصلوا عليه. يعني التقنية اللي استعملناها تاع شفرة الحلاقة راح تخليكم تتحصلوا على بقلاوة تكون مورقة من اليمين ومن اليسار ومن الأعلى، يعني بقلاوة من الطراز الفاخر. وأيضا نزيد لكم ملاحظة، كي تكونوا طيبوا فيها في الفرن لما يبقى لها حوالي 10 دقائق وتنزعوها من الفرن، عاودوا نقصوا في درجة حرارة الفرن إلى 160
أو 170 درجة باه تبقاو محافظين على هذا اللون اللي يكون ذهبي خفيف فقط، يعني ما تخلوهاش تحمر بزاف، باه نحافظوا أيضا على اللون تاع الكاوكاو أو اللوز باه ما يتغيرش اللون تاعو، يبقى أيضا في اللون الأصلي. بقات آخر مرحلة إن شاء الله راح نقسموا وحدة ونشوفوا القوام كيفاه يكون. يعني شوفوا ما شاء الله البقلاوة تحكم كيفاش تكون كامل مورقة. بسم الله ما شاء الله. هذه هي النتيجة النهائية الوصفة عن نهار اليوم، نتمنى إن شاء الله أنها تكون نالت إعجابكم، وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.